بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثامن نوعي هشت من ما لا سيغض نوعك أفعال تسمى أفعال المقاربة كوما لفعل يكن كفيان وثري أفعال مقاربة وهي كالأفعال ناقصة هلوك أفعال ناقصة وان يعني اسم إخوان مرفوعة خبر إخوان منصوبة إلا أنه بلتزم في خبرها المضارع إلا ما شغل إلا أوني هي بلازم جيضرا ولا خبر كان مضارع يعني أمانوان يعني أم فعلانا اسم كان كمرفوع أو هيش بلام خبر كان أبي أولا جملة بي لا كجملة بو جملة بي جبه جملة فعلية بي كجملة فعلية جبه فعلي جملة كأبي مضارع بي يعني أبي خبر كان جملة فعلية مضارعية بي هو أبي وأنا بي ذكر عمالله كمية والله أم نوعك مقاربة يعني مزيق بوني خبرك لا اسمك أجيانين قاعدة نيازيا بويك ملارع بن أخلها عندك أنا مثلا نيازي بويك خبرك رجايك يا لهات لديك يا رجاك إيش مثلا مناسب لقال أني ناسبة أي ناسبة دي عندك أنا بقول شروع ودستي كردنن كزماني حالة يعني يعني معاني أمانة لقال ملارع مناسبة متواجبين شو ملارع بزماني حال بيا بزماني استقبال بيا إلا ما شذ ما قال أوي كشاذر يعني أجت ولا جيك على بيني فعلك مقارب بيني ومثلا خبرك مفرد به جملة نبي يصير أول شاذ حاضر شارك ماني وما كنت آئبا يعني لو أنا بنقر يا موا آئب كبوب اسم فاعل وخبري كاديا كنت شاكا أولي وأول شاذ يا إني عسيت صائمة شاكا صائما خبري عسايا أو شاذ وأنا جري شواهد شواهدي سويتين لألفية شرحي ألفية وهي أوج أفعال ناقصة أمانة أفعال مقاربة عساي وحراي وخلو لقاء مسيان وكادو كربو أو شكا كادو كربو أو شكا أمششو أنشأو طفيقو جعلو أخذا أمدو علاقا يا عليخا أما يانزا وهي أم فعلانا كل نهر يانزا كيان قشتيان لدنوي الخبر للإسمي همو يانبو أو هاتون كخبر لا اسم نزيق به يعني بو نزيق بوني خبرك لا اسمك همو يان أو أجين كخبرك لا اسمك نزيك بلام هندي كان رجاءنا هندي كان حصولنا هندي كان أخذا فيه يعني هندي كان أو أجين بوي على خبرك لا اسمك نزيك لا بروي الرجاء من بحصول خبرك هيا يعني شروع ما يا فلمك يا لبروي هر واقعا حصولك نزيك قالك هنا تورجاك يعني كبير رجاك آخر رجاي دواني النزيق نبي ولا إما الرجاء ما النزيق بونا فيه ولا حصول خوي قربك حاصل بوا عوا أما شروع أخذن فيه لواش كدس في كراوة كدس إيش كراوة شو كدي على وخبرك معلوم أي كل النزيق يدرس أو لا نزيق شوية بقى قالت على هم دنوي خبرها شروع قربه الرجاء هذه والأول هو يكبو لدنوي الخبر الاسم رجاء عسى وحرى وإخلو لقى أمسيانه وخبرها خبري أمسيانه معا لقال أنا أرتى غالبا ريكرب بأن يجبه أكو عسى زيد أن يقوم هذاني هو ما ترجيب كي ويجوز حذف أن في خبرها وأكري أن لخبري أمانا حذف كري أكو بلي عسى زيد يخرج أي عسى زيد خارجا يعني أقل مثلا تأويل كيتو يخرجوا تخارجا يجوز خبره وإذا قدم الفعل أقل فعلك بيش دري بس الاسم كذا مثلا بجيجي زيد عسى أن يخرج بيجي عسى أن يخرج زيد أعوض مثالا عسى أن يخرج زيد فيحتمل التام والنقص وقت احتمالي هي عسى تام بي واحتمالي ناقص بي تام بي أرم شوالي عسى فعل ماضي وقت واجي أن يقوم أنك إن سبي يقوم فعل معلوم زيد فاعل لك أن يقوم زيد فاعلي عسايا يعني أصدقائي متى عسى قيام زيد متواجبين جوانا أقل ناقص يشبه على بابي جان عسى فعلك الأفعال المقاربة أنا كائن ناسبة يقوم فعل مضارع زيد فاعل كيتي أم أن يقوم زيدون قائم مقام الجوجز أي عسى حالي ونحو حرى زيد أن يقوم وإخلولق السماء أن تمطر شاكا بابي أن تمطر يا تمطر تمطر ما زيك بي مطير بي مطير يمطر بابا توش تركيبك اسانه مش تكوانيه الثاني
يعني أول يعني لا يقها زيد كراوس يا رجواي كزيد كيامك شنو كيام أنا بقول رجاليش يعني الرجاليش ما يا بهواي وين كعثمان بعلى البارني الثاني أو يكبو حصولنا كادا وكربا وأوشك أوشك زيد أن يقوم وكثر أن في أوشك أن لا أوشك زورة ولي وقلت في أخويه أما لدوانا في تلاك دوبراك يا كأبي تكاد وكربا كم لا شرح عوامل لا قاعدة أبي أوشك الذي حازي معنا وكادوايا للي حازي معنا وكادوايا للي حازي استعمال وقع ثاوايا أم استعمالي أوشكك ملارعك بأنو استعمالك لي وجاز أنك اللي حاسك لي وعسى أما شاذ سماعية هذه عربي والله مديار إن اللي حازي معنا وكادوك الربواي الثالث البواقي أوانيت وماعن شاكا وكو القرآن شاما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يعني آدم وحواء زسيان شروعيان كرب دادرون بسر خويانا شيان دادرو من ورق الجنة غلاي بهشتيان دادري بسر خويانا كتفقا فعل مقاربة ألفك اسمك يتي يخصفاني فعل مقاربة ألفك فعالك يتي عليهما متعلقة بيخصفانيا من ورق تعلق بسر بيخصفانيا ورق مزاولة الجنة جنة مزاولة يخصفاني عليهما من ورق الجنة محل المنصوب خبري ففيقيا وأنشأ يان جعل يان أخذ يان علق السائق يحدو سائق يعني وشر لي أخرى راننده مثلا بلي بابين أنشأ السائق يحدو واتا راننده كدسي كربا قولاني وتن كيحدو وكابب خبر جمليه كيدو وكو يدعوها أي شرع فيه وليس معها أن وأن لقل أعم فعلانني يعني أو ملارعي كأبة خبري أماننا يعني لسربي لأنها للحالة شن أن فعلان بشروع كاد يا رب وزماني حالك يعني قطعين بو حالك وأن ولأنك هو استقبال ده هو استقبال وحال ما كونيه ولم يستعمل غير المال من تلك الأفعال إلا يكاد ويوشك وموشك اسم فاعل واستعمال نكرة وغير مال لم فعلان مقر يكادو كمضارع كاده مقر يوشك كمضارع أو شكيه ومقر موشك كاسم فاعل أو شكيه يعني متصرفات يعني أوانين بلا بلا مثلا كرب هي جناته حاضر كارب مانية ناتة بو معناه نا شاذة هذي ولا معناه حال مقاربة النبي بلا هذي جعل متصرفات هي ولا ما معناه مقاربة واي ما فهم إن شاء الله